وحول الأثر الإيجابي الذي تقدمه هذه الجائزة للجسد الصحفي، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عيسى الشايجي، رئيس جمعية الصحفيين البحرينية. أهلا بك سيد الكريم في نشرة الثامنة. إذن ما هو الدافع الذي تقدمه لكم هذه الجائزة كصحافة وطنية وللمشاركة في العملية التنموية الشاملة؟ مساء الخير. طبعا الأسرة الصحفية في البحرين أسعدها كثيرا هذا الاحتفاء والاحتفال بالصحافة البحرينية الوطنية، وذلك في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، قاد المشروع الإصلاحي والديمقراطي. طبعا المشروع الإصلاحي والديمقراطي أفرد مساحة كبيرة للصحافة والحرية الرأي والتعبير، بحيث تعددت الآراء وتنوعت الأقلام وتعددت الصحف بشكل غير مسبوق في مسيرة الصحافة البحرينية. فمن واجبنا أن نرفع جزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وكل الشكر أيضا والتقدير نتقدم بهما أيضا إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك المعظم ولي العهد على رعايته لهذه الاحتفالية ولا على احتفاء بالصحفيين. وهذا يدل على شيء، فهو يدل على دعم ورعاية سموه للصحافة البحرينية. يعني مكانات كبيرة الصحافة البحرينية وفردها جلالة الملك، هاي المكانة الكبيرة أفردها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ضمن المشروع الإصلاحي والديمقراطي لجلالته. هاي يظهر لنا بجلاء وبوضوح مقدار الاهتمام الذي يوليه جلالته للصحافة الوطنية ودورها في مسيرة التنمية والنهضة، وهو دور محوري واحد أعمدة المشروع الوطني كما يؤكد عليه جلالة الملك المعظم في أكثر من مناسبة. نعم. يعني لو احنا لو نعود وراء قليل بأتهامنا، يعني نشوف أول صحفي، أول حديث صحفي أدلى بسمو ولي العهد من تسلم مهامه كرئيس الوزراء أدلى به لرئاسة تحرير الصحف المحلية، وهذه الحديث كشف في سمو العهد كثير من توجهات الحكومة القادمة. كان هاي الحديث يعطي مؤشرات واضحة على الآمال الكبيرة اللي يعلقها سموه على الصحافة الوطنية كشريك للحكومة في عملية البناء والتنمية وركن أساسي في عمل الحكومة. اليوم سمو العهد يرعى شخصيا هذه الاحتفالية، وهي يبين لنا المكان الكبير للصحافة والصحفيين والإعلاميين لدى سموه ودورهم الوطني والتنموي الكبير. طبعا هذا الاحتفال اللي انعقد اليوم أو العرس الصحفي البحريني يأتي مباشرة بعد التشكيل الحكومي الجديد، وحرص سموه على أن يرعاه شخصيا في هذا الأمر، وهذا يدعونا إلى النظر بالتفاؤل أكثر إلى المرحلة المقبلة. بلا شك أستاذ الكريم، يعني هذا الحفل وهذه الجائزة هو تكريم لكل صحفي وإعلامي يعمل ضمن إطار الإعلام الوطني في مملكة البحرين. شكرا لك على هذه المداخلة الأستاذ عيسى الشايجي، رئيس جمعية الصحفيين البحرينية. شكرا جزيلا لك.